تمام يعني تآكل، لو ما اتعالجش بدري بياكل المفصل. احنا لما نشوف اشعه العيان اللي عنده روماتويد سواء 30 ولا 40 ولا كله زي بعض، اختار حضرتك طبعا هو لو ما اتعالجش. طيب لو اتعالج، لو اخذ العلاج بدري حافظنا على سلامه المفصل، معلش يعني حتى لو هيتعامل معامله العيان الطبيعي اللي بيجي له خشونه في السن الطبيعي 40 او 50، خلاص هو هيعيش حياه طبيعيه، مش هيزور الدكاتره من 30 سنه ويفضل عايش في العيادات وبيتنقل من الدكتور للدكتور ويبحث عن سبل العلاج والطرق بتاعته من مكان لمكان اخر. تمام؟ فيعني من ضمن الامراض الروماتويد ارثرايتس الجاوت، الجاوت ده النقرس، النقرس يعني اللي هو احنا بنسميه دايما الاملاح الزايده او اكل اللحوم الزايده، والشاي وكده، فترسب النقرس فيها كافيين كتير بتعمل ده، بيترسب بنسبه زايده، فلما تزيد في المفاصل بتبدا دايما في الفوت، في الكاحل، في الاصبع الاكبر للقدم، وبعد كده ممكن يتنقل للمفاصل الاخرى منها مفصل الركبه. يعني بيبدا من تحت من الصباع الكبير كده في رجلك ويفضل يطلع معاك ياكل بقى مفصل مفصل كده يتسلى فيه واحده لما بنوصل بقى لمفصل الركبه خلاص يعني بنبتدي نشخص ونعرف الاول ايه السبب، فبنوصل ان يعني الموضوع كان نقرس يا جماعه ووصل معانا ان هو عمل لنا خشونه فين؟ في مفصل الركبه. تمام؟ في عوامل اخرى ممكن تبدا معانا منذ الصغر. يعني طفل ويكون هو عرضة انه يجيله خشونة بدري، زي العيان اللي عنده ريكت او عنده ليونة في العظم، اللي عنده تقوس في الركبتين وما تعالجش، هو صغير فكبر وهو عنده تقوس، الاهل طبعا ما خدوش بالهم، ما زاروش دكتور، ما تابعوش للاخر، سمعوا كلام بعض الناس ده هو شوية لما هيكبر واحدة واحدة بقى هنا، واحدة واحدة هنا. تمام. انا النهاردة المتعارف عليه انه الطفل بيخرج من العمليات خش لو دخل حضانه، ما دخل ما احتاجش يبص عليه دكتور الاطفال بصتين كده، ما دام الواد بيتنفس وكويس بيقوموا مخرجينه وينطلق يعيش حياته. تمام. المفروض انه الطفل الصغير ده اذا الام حست بايه في شكل عظام الطفل تاخده تروح بيه عند دكتور عظام تطمن على عظمه. تمام. احنا بنبدا نشوف الاطفال في العيادات، يعني معلش مع احترامنا للناس الفاهمه شويه، من بعد سنة بداية ما الطفل يمشي. ابني بدأ يمشي يا دكتور وحاسة مشيته غريبة. فحاسة مشيته غريبة دي هي شكت ان عنده تقوس عنده، خلاص بترجعه للدكتور، والدكتور لما يشوف يشخص ويبتدي يقول ده احنا عندنا ليونة في العظام، احنا عندنا نقص في الكالسيوم. طبعا اسباب نقص الكالسيوم عند الطفل اسباب كتيرة جدا، ممكن تكون من ضمنها ان الام نفسها عندها نقص كالسيوم في وقت الحمل، تغذيتها مش صحيحه، تغذيه الطفل مش صحيحه، خدتش كالسيوم كويس، فبالتالي الطفل بقى عنده ليونه في العظام او عنده نقص في الكالسيوم. فلو ما اتعالجش او الام ما اخدتش بالها وودته للدكتور في السن المناسب وخد العلاج المناسب من سنه لسنه ونص مثلا لحد 3 سنين او 3 سنين ونص، وما تعدلش شكل الرجل او شكل التقوس اللي موجود عنده، خلاص بيعدي ل3 سنين ونص احنا بنبتدي نلجا للحلول الجراحيه. بعض الناس بتخاف، انا هعمل العمليه لابني هو صغير سنه صغير، لا يا دكتور هسيبه، يعني حد من قرايبه كان كده ورجليه اتظبطت اكيد كلنا بنسمع الكلام ده، اتظبطت بالدعاء، فبيوصل طبعا الموضوع بعدين للتقوس، والتقوس ده بيكبر مع الطفل. طيب انا ليه بذكر النقطه دي؟ المفصل بتاع الركبه هو مفصل متوازن، يعني عندنا الغضروف الداخلي او الجزء الداخلي والجزء الخارجي. انا لو عندي تقوس، التقوس ده فيه حمل على جزء اكبر من الايه؟ من الجزء التاني. كويس. يعني الجينوفارم الحمل او التقوس الركبه الداخل، الحمل دايما بيبقى على الجزء الداخلي للركبه. الجينوفالجس الركبه بتبقى ناحيه بره شويه، فالحمل بيبقى ايه؟ العكس. تمام؟ كويس. فانا دلوقتي لو الحمل عندي على جزء اكتر من الجزء الاخر، الجزء اللي عليه الحمل ده بقى شايل الجسم كله. المفروض ان انا لو سي مثلا وزني 50 كيلو، فال 50 كيلو دول متوزعين على الايه؟ النصين. طيب دلوقتي لما ال 50 كيلو دول يبقوا متوزعين على نص واحد، خلاص الجزء ده بيتهالك او بيستهلك بدري شويه عن الطبيعي. كتر على حضرتك. كويس. طبعا في امراض اخرى كتير، يعني احنا ممكن نذكر مثلا على سبيل المثال السكر. يعني السكر ده بيدمر الجسم كله في حاله ان انت مش محافظ عليه. في امراض مزمنه زي الفايبرميلاجيا او اللي هو وهن العضلات، وهن العضلات من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتؤدي الى خشونه المفاصل، وضعف العضلات عموما، ضعف العضلات عموما في الفتره دي بقى كتير شويه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ علشان عيل كده زي ما ممكن تمسكه تدوس عليه
يتطبقوا في بعض وكده ليه؟ احنا كنا زمان يعني احنا واحنا صغيرين كان يعني والدنا او والدتنا لو طلبوا مننا طلب كنا بنروح نجري نعمله ونيجي. لا دلوقتي كل حاجه ديليفري. اه كل حاجه بتجي لحد البيت. والنت بقى سهل على كل حاجة الناس سهلة. الحركه والمش عارف ايه تمام. وتطلب اي حاجه بالموبايل. فالطفل او الشاب او حتى يعني في متوسط العمر ما عادش بيتحرك زي زمان. فبالتالي العضلات ابتدت تضعف، ما عادش في حركه. العضله بقت يعني يوم عن يوم بتقل في الحجم، بتقل في الكفاءه، فبقى الموضوع كله حمل على العظام او حمل على المفاصل. تمام. لما بنبتدي نخش في النقطة دي بنقول إن إحنا دايماً بنلجأ للرياضة. نلجأ عشان تقوي بقى العضلات وتعيد شكلها من أول وجديد. تمام. كده إحنا اتكلمنا يا دكتور محمد عن إيه هي الأسباب الأساسية الأولية والثانوية، وقلنا إنه قد يكون أسباب وراثية، فروح اطمن بدري على عظمك وشوف ما دام أنت عندك تاريخ مرضي في الجزئية دي، وإن أسباب قد تكون مرضية بسبب مشاكل زي نقص الكالسيوم أو بسبب مشاكل زي زيادة الوزن أو السكر أو مشكلات أخرى قد تكون زي النقرس أو الروماتويد. تمام. دلوقتي في مراحل بتتطور فيها خشونة الركب. تمام. يعني مش الصبح أصحى ألاقي خلاص لا، هي بتمر على مراحل. ايه هي بقى المراحل دي؟ واحنا بنتكلم عن المراحل هيكون في فيديو كمان. تمام. بيشرح لنا مراحل تطور خشونه الركب. نشرح على الفيديو يوضح لنا مراحل تطور الخشونه. عندنا بتبتدي الدرجه الاولى اللي هي البدائيه، بعد كده بينتقل الى الدرجه الثانيه. ده الفيديو هو يا دكتور محمد؟ الفيديو